يا هز علينا النقيمة ترحل خفاف المطايانا وتسم البلا وليس لا إلا العقيق منوف على كل صدران يا متذي وجهي وزؤان إلى قبل الرسول زهدني الليالي بالدوائر بغدي خبرت زماني والمكان ببعدي فيومي يا عم به والشبر فرصه وتسلمون على قبل أحمدي وقبل أبي بكر ألا بذكر المختار صلى الله عليه وسلم تحظوا بخيره وفي كل قصد فارتسروا بسيره وانتسارون فعل كلام بطيره بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وعتري وقلبي إليه بالصبابة يصطري ويستسرهما طبيب مؤمري دليل وراء والليل بالصبح ينشري شفيعهم والنار بنور فمن شك به حين يذكر وابكر تحم به احشاء وتقلقل من دوءة الشوق سسل دواء بادواء قلوب موكل فمن شك في الابراء فالحس تمسك بالوثقى من الحق عروة فارسله مولاه للخلق قدوة ومن سطى بالافك والزور سطوة دعا الحق للانس والجن دعوة الى الحشي باسمائهم تتردد دعاهم فربما انحدته علاقة وقد آن من سكره اللجاج إفاقة تنشب طوعان فليس في طاقة دماء الهوادين أصته مرقة بعرض من التوحيد ليتعطل قريب وإن شطت عليه المفاوز وحبته من سر النفوس غرائز من أضحى به وفائز ديانته ستر عن النار حاجز فمن ضل عن هذه العذاب خيله وبا من الشمس غرة شمائله كالشهد طيبا وخبرة شمائله كالروض حسن ونظرة دلائله كالشوف نورا وكرة فالزور يستهوي والحق يجهر بنى بنية لله من أعظم البنى تحاط بأسوار من البيض والقنا لله ما أرسى ولله ما بنى بالشرك جله عن الدين والدنى هلال بلا ليل هدى أتى بعلوم لم تكن في دفاتر شهادتها لم تضطرب بتاتر ولله ما للموصى صلى الله عليه وسلم بإجماعين ونص تواتري على أنه بالحب والقرب هو الفرد قد وصى الفضاء في جمعه يحن فؤاد للوقوف بربعه أتطلبه من قلبي يبدعه بنفعه دعائمه التي استغلت بشرعه يا يسعد الأوي إليها وارثنا الهدى عنه فأكرم بإرثه ففي نشره أفنه الحياة وبثه طاب من قلبي به بعد خبره درى الناس طبا صيقه يوم بعثه ولكنه في الناس الناس حسن أحاسده متن عيشك أنكدوا فهو في الدنيا وفي الدين سيد يقال به جيش ويؤمر مسجد دهشك منهما شعبي مهند ورمح رديني فكم أنة للمشركين وأهة وقد هد من بنيانهم كل أردة وحبها في لاحة صنع برهة دفن به أن دج كل شبهة إذا تضي البرهان فليكون تخلص للتبليغ عن غير فهة وللحق والتحقيق من غير شبهة وجدناها طيب طعم وفكهة دخلنا به في الدين كل وجهة وكل سبيل فيه صلى الله هو الملهم المحا إليه المنبه فلا لب في الألباب يشبه لبه ويجي بالتخيير فاختار أكثر دلالة الإسرائيل مما أعلمه هذه الروح القوس والناس الجد تواضع على عن ذلة ومهانة وأقام بحق الله دون استهانة وأدناه منه حاملا بأمانة ومكانة وقد كان لحالاته إذا التابت للشوق نار اقتداح نقربه بالذكر حال انتزاح ولم دعوه والقلب طهر ارتداحه دوام المنى بذكره وارتداحه
تأخرت عنه حين عز تقدمي وقد بنار الشوق يحمى ويحتمي إذا فات دمعي الجميل دموعي لبدعانه كقطر سلهمي ويطب إلى القول وإن كان تقصر وصفي عن كريم صفاته لفضل سجاياه وطهرة ذاته ومن لا يعد الرمل في عرصاته دائمت على الإرادة بمعجزاته ومن لا يكل البحر والبحر مزمن لقد خاب من رداته كف السماح وطاع صلاح خارج عن صلاحه ومن حدا عنه ليأسوا من فلاحه دواعي التقى مجموعة في ارتداحه ولله وخير العالمين محمد صلاة وتسليمون على قبر أحمد مرمر صلاة وتسليمون على قبر أحمد صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر أبي ما يعول عليهم نصيحة مرشدي يسخ إلى إرشادها كله إذا شئتم أن تحرزوا الفوز في غدي داروا كل شغل لامتداح محمد صلى الله عليه وسلم ذلك منحا للنجاة وما خذوا محبته فوز كبير ومغنم ذمام محبه ذمام مكرم فدونكم نجا السعادة فاحتذوا ويسمعوا بهم عند شدة ذعرهم ذراهم منيع فالعباد بأسرهم بأبيائه يوم القيامة وذكر الله كلما حزن إله ونهدى وقتل ورب الحزم والعزم جميل المحجى باسط الكف بالجدى ذريق حسام الباس همية الندى فلله أو بالله يعطي ويأخذ وإن الشمس بطوله جرت وقد أقبلت نحو الغروب ولو طلب التكوير منها تكورت كون طاعت أمره فتقهقرت عن الغرب نحو الشرق كالسم ينفذ طلبت في المعجزات بنونه فمن بطات بالصائف ضاع ومن مجة في الروض جاش معينه ذمام الركايا تقت أمينه بكف حصن بها على النبي تنبذ احنا قاعدين نسجل ولا طول السلامة ما شاء الله ما شاء الله اختار المصطفى تواصل بينهم لا انا الاول كنت متواصل هو محمد السيد علي هو تلميذ السيد علي الزنقاني تعال تذاكر من ورانا ولا تقول هم تعال بكم جواب انت ما هو لا يقول يقول يفوتي تعمل فيها سنين لهم ما هو يقول بناء على معدل أيوة بسم الله حتى الناس شتى حتى الناس شتى فابتغى جمع شديد حديثا عليه راهوا بهم مستاسرا حمد كلهم ذرى مجده فتاتر الناس كلهم كأن خطاه وأن مداه توخذوا فعزروا ياخذ منك بالحسر باليد ذمار الورى احميه جاه محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن للجن والانس منفذ ولما رات لله خالص حرته ذوائب برنا العنت يوم بعده وكلهم مضي الجنان منجد ونابى عشرا يدرون خمرها ذكت نار عزهم فأخمد زمرها حسام بأيمان الملائك يشحذ ونزنا إيرا بالفراق ورفها ونحن نرى المسكال لقد خاب من يعتد شربا سعى
سرابها وزهره كان السراب شرابها اذا تطح البران طاح التشاوي الهدى قام الهه برصه وشد بروح القدس بنيات اجري فلا ملك ورفع اله فلا ملك إلا قدره دون قدره ذوي الملك دانوا خاطئين لأمره ولم يبقى بطريق ولم يبقى شبه ومن قدر واختيار لظله قد يتصوم كل شور فهذا على رغم الحسود وذله ذو حلول عاد تحت أخمص رجله وأصنامهم بالمشرب جتوا جذذوا فنبعهم الأسماء فضل عن الكرة أخناهم في الدين ظهرنا عليهم بالمعاد وهنا ذعرناهم بالحق في عذاب القنا وليس من الحق المؤجد منقذ أكلت على ذكر النبي تجد على كبير جديدين ومهما أذاقتني يد الدهر شدة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودة كذاك يعيد الذكر من يتلذذ خلفت عن هؤلاء بود صرورة وقد سبت وقلبي لدي أقرأ الحب سورة ذهبت إليه بالفؤاد صرورة وجسمي ضرورة وجسمي رهين للتحرق والنشط المقادير يشبذ يا ويح قلبي كم يقاسي شجونه لبعد حبيبي في الهوى بذلت له من دور جبني مصونه ضربت دموعي في التخلف دونه ولملا وأبلاذي مع البين تبلذ والمجتبى لله من أنبيائه ألم تره قد ضمهم بذي وأسرى به من بينهم لسمائه ذم أن يبقه رجاء لقائه وإلا فحشيت قد وتحنذ لساني والمختار زاد مهدي وأصدني سمو الفراق بنصر وحبي بي مزيد تأكدي ذخرت لي وللحاسر حب محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أعلم به وتعوذ بنفسي وذل الحبيب وهيه ألا حده رسولنا تتنا من لديه نصائح ذريعات أمثال لديه مدائح كما فصل الدر النفس الزمر من القلب لولا المنافق تراهيه زيارات من قتل ورى بصلاة سوى من أبى فاقتاده بسلاحه ذنوب يرجو ما أحواه بامتداحه وكم غريق في لهجة وهو ينقذ أحمد صلى الله عليه وسلم بذلك تحظى بالنعيم المؤبد رضا الله بمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تغفر الإطناب في النظر النظير لأحمد صدره كما حط عنه للتخير وزره وقد كان قبل البعث أنقض ظهره رسول كريم قدم الله أمره على كل نهي قد تقدم أمره فليس على الإطلاق في الخلق مثله رؤوف رحيم لا يكلف بذره ولا عبو إبداء قسم ولا عمره فردهم بالعلم عن سبل الردى رحبوا بناء الفضل والعدل والندى علي منار القدر والفخر والذكر حبيب إلى رب البرجة مخلص رفيع السجايا والعطايا مخصص بنورين قدسيين في السر والجهر أمته فضل على كل أمة يصب عليهم يزحزح عنهم كل كرب وغمة رياض علوم تحت وابر عصمة فناهيك من مزن وناهيك من زري لقد أشرقت أيام الغر بهجة لقد صان للإيمان نفسه لقد سد من دون الفواحش فرجة رسالته لم تبق للخلق حجة إذا الشوب لم تدرك فلا شك في البدر فوق البراق لسدرة هي القاتل
ومن قبل قد كان خص بطورة دنا فرأس الرار غيوب بفكرة مؤجدة الإله من الجرة الصدر في الأول نشبه تلوح لدي للصواب وجوه روجته معصومة وبديه بلا وهم في حس ولا سوى في فكر وإلحان بالكف الكريمة قمعهم رمى عيون الكفار فانفض جمعهم وقد فقد الإدراك من حيث لا يدري فهذه وشأني هي موت ببثه رؤوس ملوك الأرض ذلت لبعثه فلا حس من قس ولا خبر عن حبري والكل منهم حذالة أتاه فلجوا اللجاجوا حراسا على الدنيا وتلك جهالة رجاستهم قد أبطلتها رسالة تؤجد بالبرهان والبيض والسمر وقلنا وقد شبناه برق التوقد رضينا بخير العالمين محمد صلى الله عليه رسولا وعند الله نرغب وقلنا وقد سدى لنا ما مناقبا وقد خلق السبع السماوات إلى حضرة القدس العرجة ذاهبا روينا له بالمعجزات عجائبا تدل على التمكين في القرب والنصر رسول إلى مولاه قد رد حوله رأيناه شمسا والنبجون حوله بدور ونور الشمس أجرى من البدر ولما خصصنا من هداه برحمة روينا به معنى بوابل حكمة وحسا بنار من أنامل العشر وقد روى منصبها وفزنا به أبدا ولما اعتقدنا مذهب الحق مذهبا رفعنا به الأعلام شرقا ومغربا وجسنا ديار الشرك نبري ونبري شرقنا به دينا وقد روى منصبا وفزنا به عبدا كريما ولما اعتقدنا مذهب الحق مذهبا رفعنا به الأعلام شرقا ومغربا وجسنا ديار الشرك نبري ونبري شرقنا به دينا وقد روى منصبا وفزنا به عبدا كريما ولما اعتقدنا مذهب الحق مذهبا رفعنا به الأعلام شرقا ومغربا وجسنا ديار الشرك نبري ونبري هناك وجبهة بإخبابه بجاه المعلى فوق نسر وجفاة ركائبنا أمات من كل وجهة حنينا إلى البيت المطهر والقبر يا سبحانه ظل من بربي لمن ليس في الأعمال شيء كحبي فيا ويحنا المرء يغصى بذنبه رجونا ماتت الليالي بقربه فضنت به والخطب جل عن الصبر أسبح لحال العسر يسر وما ما طلبنا فعز وجودها رجعنا إلى أمداح نستعيدها فنحن نستشفي بها أمد الدليل على قبر أحمد صلت قبر أبي بكر وقبر أبي حفص على بعد ذكرى النبي وجدي بمدحي مهدي وقارب وسديدي ولا تغلو في شيء من القول أقصدي زين القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستحيل وجائز قاعد يتابعوا خليه اقرا اقرا خليه اقرا لا لا خليه قاعد يتابعوا يا ويش من اول يتابعوا لا فقل فيه عبد الله رب المكارم بتقواه سال الصيد من كل عالم زكي تقي من أرومات هاشم زكى ونور في سلالة عدم فقد طاب كل جسمه ورائده لا إنه عبد إلى الله طائع منيب إليه خاشع متواضع لأستاتي أجناس الفضائل جامع زلال نداه للجوانح نابع ونور داه للواحظ باري ألفت يمين البير عند يمينه لا
قد طلعت شمس الهدى بجبيني فاصحابي ما قد حازم فطر تنس امام المعاري كلها بيميني فاخلقوا عروية والنحايد بما جاءه روح الامانة اخذوا وبالله من كل المكاره لاهذوا وكالسهم في الطاعات ونافذوا زكي لاباطير خواطر نافذوا نبي لاشتات المآثر سواهم استوات باللهو فتنة وكم جلبت هنا ومولاه بطنة وقلب محب الناس ومطمئنة زيادته بالحب والقرب مكنة حواها ولم يرى بلا متجاوز وامدا ما بعد مرماه غاية حلت بأعلى ذراها عناية كلاما راعته عصمة ووقاية زادته بملك دنيا وآية وقد قيل هذا ملك دنيا كناشز وشمر بالأخرى فضمر طيبه وأحضر لا يذني عن الغير أطفه فأحرز خسر السابق والكل خلفه زخارف الدار لم تره طرفه وهلي إلا أقبر وجنائز وقارب دائم طعمه الحلو حامزه إلى ربه عنا بتقوى وآل فما إن عدا منه اللسان تجاوزه زواوجه عن حسنها ونائزه وزهد بها الناس وهو منائزه فلا قلبه عن حبها ثم من ثنى وصرح بالتحذير منها وما كان كما شد في التنفير عنها وما ونا زعيم بكشف اللبس في الدين والدنى إلى عظمة في الحال لتين الهزائج شفاء إذا متى الجبل بجذي جواد إذا ضن الغمام بدسي شفاء إذا حرار بواد بدعذي زمانة وهل الأرض صحت بعدي وقد أرد بها الأبا إن واكد عسى زمن يدنو بي ولعله وإلا بقلبي للفراق مدلو وطوبى لعبد به الإله أجله زرع بجدى الخلد مبذوذة له وأتربها شوقا إليه بوارد هو الحرز من نفذي اللعين وهمزه هو الشرح من لغزي المعمر هو البرء من طانه المربي وغمزه زمازم والشير كذلة لعزه وكل مضل وحيو دامزه والحق مجلو بنور فؤاده إلى أن أتاه الواحي وفق اعتقاده تنبه كل منهم من رقاته زيوفهم قد بورجت بانتقاده فلم يبق إلا خالص الطيب جاهزه أمنا به من دارنا وصربه وصلنا على أعدائنا بشبوبه فسأل بهم كيف أنذروا عن زحوبه زعمتهم لم تعميها من سيوبه سوابق قد شدت علي الجلاله غلبت شيعة الإشراك ليل فلاحها فصبحها فسوات نواشر صباحها أمنا أمنا به من دارنا واشتصروا به وصلنا على أعدائنا بشبوبه أسر بهم كيف أذنوا عن زحوبه زعمتهم لم تحميها من سيوبه سوابق قد شدت عليها الجلاوز أمنا به من دارنا واشتصروا به وصلنا على أعدائنا بشبوبه أسر بهم كيف أذنوا عن زحوبه زعمتهم لم تحميها من سيوبه سوابق قد شدت عليها الجلاوز قبل شيعة الإشراك ليل فلاحها فصبحها فسواد على سر نفس المتقي واقتراحها زحوبهم قد ذللت من جماحها قني له خلف الضلوع مراكب لا نبي وما بالله يدرك عاجز ولمن يبدون طيبة حاجز فقلت ولي قرن اشتياق مناسز زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم السعد حائز مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حائز فويل لأجلافين عصوا بجالهم وقد كان أرعى الناس فيهم فحزنا بعزا وأبا وبذلهم زينا به فخرا على الناس كلهم فليس لنا بالأرض قرن مبارز علمنا به عن ناص كل مذمة وذينا له حرصا عليه بذمة خطانا إليه البيت نسمو بهمة زحمنا على إدراك كل أمة ففزنا لم تبعد علينا المفاوز مدحت نبي الله الحق أبلجوا وطيبوا كلامي فيه لله وما لي من التقصير من بعد مخرج زففت إليه مدحتي وابرجوا على الناظر لولا انه متجاوز واجوت وقد قصرت فضل سماحي فكم خائب الرجاء بخفض جناحي وكم اهلم النجا برفع جناحي زعمت باني موسر بامتداحي وبالله لا بالناس ترجى الجوائز صلاه وتسليم على قبر احمد صلى الله عليه وسلم.
وقبري أبي بكر وقبري أبي حفص. لا ليت شعرها لسيرنه انجدال طيبة حيث النور ويسطع مصيدا. أرضى صوتي بالسلام مرددا سلامك عرب الروض أفضله الندى على خير مخلوق من الجن والإنس. سلام على من ليس خلق كمثلي بوجوههم تهير يخمص نعلي وعيونهم تعشر بهير فطري سرير خليل الله خاتم رسلي وفي الختم من عندي زيادة في الطرس. ذاك رتبة في المجد حاز سنية بإصلاح أعمال وإخلاص نية. سجياته بالباطل خير سجيات سيادته للرسل غير خفية ولا عجب يفطر الشخص في الجنس. وإلا فمن ترجى شفاعته غدا وقد خاب كل ما عدا. وقام بها منه المقام المحمد سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا خط حفيظ بلا درس. سراج البرايا لا يزيغ عن الهدى جميل القطاع القضايا لا يحيف عن جليل العطاء باسط الكف بالجدى سري المزايا ظاهر الباس والندى كريم السجايا طاهر الجسم والنفس. لطوبى لخد في ثرى ويمره فذلك في الدنيا نعيم مشرق. وبالحسر والباقي أجل وأسبق سبيل نجاة للجنان مبلغ ودونك فاستشهد بعقلك والحس. وسام بيمن الحق أضحى مجردا يسوق الورى للخير مثنى وموحدا. كم صاب منه بالشدائد منجدا سحاب يفيد الخرق رجا بلا صدى علما بلا شك وبرها بلا نفس. ألا إنه القسطاس والجهل سماحة والمنح بسط ورحمة. إبايته والمنح حب وعصمة سريرته والجار نور وحكمة وقد سبق التطير للقلب بالتصير. شهاب من التحقيق للعقل ذاقب طريق من التوفيق للفهم لاحب. أليس الله والمكرمات مواهب سرى نحو مولاه وجبريل صاحب بنائك من قدسين في حضرة القدس. أليس الذي قاد النفوس بحبلها إلى مرشدات غير من غيرها. أليس الله والمعلومات لأهلها سما صعودا فوق السماوات كلها إلى مستوى محله بشر. هو قبله إنسي هناك رأى الآيات توضح مذابا وفاز بما قد كان يواه مطلبا. وأبال خلق يداني منصبا سنا ونرى الأرض شرقا ومغربا ولا أثر باق لشك ولا نفس. هنيا لقوم صاحبه فمجد مدى الدهر باق ليس يغني بساد مولاهم ومول عبدهم سواء لدي المكثرون ضدهم وللفقراء الباطل في القرب والمنسي. لهم عنده عهد كريم وذمة يزاح بها كرب وتكشف كلاما له بطاعة الرب همة سجايا ورق بالعباد ورحمة ويهدي لا يضحي ويهدي لا يمسي. فكف كوقف الغيم أسبل ممطرا ووجه كما جاء البشير مبشرا. فلك وهذا إن أجدت تصورا سخاء كما بضى نتيج على الثرى وحسن كما شق الغمام عن الشمس. أولى أدبي خلقة ملكية متى أدركتنا للزمان بلية. وجئناه نشكو النفوس سجية سقتنا مرارا راحة هاشمية بخمسة أنهار تفجرنا من خمس. فمن ذا الذي يأبى ويشحذ بطلنا وكثر سوانا ليس يعشر كلنا. ولن يلبي النظار في الكتب مثلنا سبقنا به بالحاسر من كان قبلنا ومن عجب من يسبغ الغدر لمسه. يا قد بهر الأنوار نور شعاعه ما بأمر الله جد اطلاعه. فلا خير إلا بالمسير اتباعه سعادتنا مشروطة باتباعه وليثبت البنيان إلا على نفسه. شفاء فؤاد فيه من برحائه وقد حالت الأقدار دون شفائه. لدى روضة قد أسرقت ببائه سألوني كيف الحال دون رقائه وحزني في طرد وصبري في عكسه. غرام بغير القرب ما هو ينجلي وربي وعى بمن يشاء وينجلي. وبدورة المختار صلى الله عليه وسلم أقصى مؤمل سبكي لبعد الدار عنه فإن لي حياة بلا روح وموت بلا رمس. وأنا تصب نائم القلب والي تكلب الأشواق.